بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم محاضرات دورة ICDL المنعقدة في المركز الثقافي العثماني. اليوم هو لقاؤنا 18 من لقاءات الدورة، ونحن مستمرون في اللي هو سكيلز للبرنامج الأكسس. شفنا المحاضرات السابقة كيف نعمل الجداول وأنشأنا قاعدة البيانات والجداول، وكذلك أنشأنا اللي هو العلاقات بين الجداول، وعرفنا طبعا المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي. ويوم اللي هو اللقاء السابق اللي كان في وجاهي الشباب، بدأنا في موضوع الاستعلامات، لكن عشان أيضا نؤكد على موضوع اللي هو الاستعلامات ولأهميتها، إيش هي الاستعلامات؟ طبعا إحنا كلنا بنستخدم اللي هو بنروح مثلا تبحث عن شغلة، تبحث عن اسم. أنت اليوم لما مثلا على سبيل المثال لما تروح تفوت في أي تطبيق أو أي برنامج، أنت كلنا بنستخدم الفيسبوك أو تويتر أو غيرها من البرامج. اليوم أنت لما تفوت وتدخل الباسورد يوزر نيم، أنت إيش بتروح بتعمل في هذه الحالة؟ أنت بتروح بتعمل استعلام، تستعلم عن بياناتك اللي موجودة في قاعدة البيانات. هل أنت مسموح لك؟ هل أنت عضو عنا؟ هل أنت مسجل عنا؟ فإذا راح أنت بياخد البيانات اللي أنت أدخلتها ووديها على قاعدة البيانات. طبعا قاعدة البيانات بتكونش عندك هذه القاعدة، وإنما بتكون على اللي هو بتكون في السيرفر. وحكينا أنواع القواعد البيانات في أول الدورة، إذا كانت منها اللي هو الموجودة على السيرفر، أو موجود زي الديسكتوب اللي موجود عندك زي هذا الأكسس. لكن عندي ملاحظة مهمة، ولأنا يعني استغربتها من بعضكم، حتى اللي إجوا حضروا وجاهي مش مطبقين الفيديوهات هذه اللي موجودة عنا، ولا واحد عامل أصلا قاعدة البيانات هذه. طب يعني أنت كيف بتحضر المحاضرات وبتكتب تم وبتنفذش؟ هذه يعني ملاحظة مش جيدة. وأنت يعني بتعرف إنه التعليم في مواضيع الاي تي لازم تطبق، فضروري الان اذا بترجع من المحاضرات بتطبق اقل ما فيها للقاعدة هذه، لانه مطلوب منك انت تعمل برنامج على الاكسس في نهاية الدورة، وتفرجينا شغلك في البرنامج اللي عملته على الاكسس في هذا البرنامج. فما بزبط انه انت يعني حتى جداول من مش منشئين. بارك الله فيكم، بدنا اجتهاد في نهاية هذه اللقاءات. يعني احنا نؤكد ايضا كذلك على موضوع الاختبار، حيكون يعني اتفقنا مع الطلاب حيكون يوم السبت القادم، يعني زي اليوم حيكون. فعنا ان شاء الله المحاضرتين اللي هي الاربعاء الاثنين والاربعاء ان شاء الله حيكون هو نهاية الدورة اللي موجودة عنا. فبتمنى نلتزم ويكون في عنا أكثر نشاط في موضوع التطبيق. بارك الله فيكم جميعا. ما بدناش يعني إحنا مش موضوعنا بس بدنا نحضر وكذا، لا، بدنا برضو إحنا نستفيد من اللي إحنا بنستخدمه. طيب نرجع الآن لموضوع الاستعلامات. موضوع الاستعلامات نروح على إنشاء، ومنيجي نعمل تصميم استعلام. تصميم إيش؟ استعلام. طيب إيش الاستعلام؟ كمان مرة أنا بدي أستعلم عن بيانات، بدي أقول هل في بيانات موجودة عندي، هل فلان موجود، هل الرقم، حتى لو مش يعني مثلا قال لك المدير اليوم هات لي كل المدرسين اللي موجودين في كلية الطب، هات لي كل الطلاب اللي ناجحين، هات لي كل الناس اللي رواتبها أعلى من 2000، هات لي كل واضح. فأنت بصير تستعلم بناء على اللي هو أنت إيش موجود عندك. طيب إحنا هان في قاعدة البيانات تاعتنا
بدنا مثلا على سبيل المثال نبدا هاي زي ما انت شايف، اول ما تروح تعمل عندك هنسكر عشان اول تيجي، تروح على انشاء وبتروح على تصميم استعلام، بيجيك جميع الاستعلامات اللي انت ممكن تعمل، عفوا جميع الجداول، لانه احنا قلنا حجر الاساس لشغلنا كله اللي هو الجداول. انت بتبني الجدول وبعدين بتعمل عليه استعلامات، تعمل على بتربط بينه روابط زي ما حنشوف كيف حنعمل نماذج وكيف نعمل تقارير، تمام؟ ايضا على مين؟ على هذا اللي هو البرنامج. طيب اول اشي انت بتروح شو بتعمل هنا، بتختار اللي هو مين يا شباب، بتختار الجدول اللي بدك اياه. خلينا نيجي اخترنا مثلا هنا، بنعمل عليه مرتين او بنقول اوبن، تمام. خلينا نسكر هنا وبنيجي، اول ما يجي عندك الجدول هنا بتلاقيه جايب لك ايش يا شباب، بجايب لك الحقول اللي انت ادخلتهم فيما ايش فيما سبق، تمام. تمام الآن زي ما انت ملاحظ هنا ايش اللي عندك، في نجمة فوق، ايش النجمة وايش علاقتها في باقي ايش اللي هو الجداول؟ النجمة يعني انا بدي جميع اللي هم الحقول انه يجوا في الاستعلام، جميع الحقول ايش يجوا في الاستعلام، تمام. طيب الآن هذه جميع اللي هو جميع اللي هم الحقول اللي بدي اياهم، تمام. كيف ممكن اجيبهم؟ لو ضغطت مرة على النجمة هيك لاحظ راح اجي لجدول الطلاب، نجمة جدول الطلاب. طب ايش يعني معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا هات لي كل الحقول اللي موجودين في الجدول. اذا النجمة ايش معناتها؟ كل الحقول. طب كيف بدي اشوف نتيجة هذا الاستعلام؟ هاي في عندك تشغيل فوق هان زي ما انت شايف، تمام. وايش بتعمل هنا في تشغيل؟ اعمل تشغيل هيك هيروح يجيب لك ايش كل الحقول اللي موجودين عندك زي ما انت شايف، كل الحقول جاب لك اياهم. طيب هل انا دائما بجيب كل الحقول؟ طبعا لا. كيف مثلا؟ نرجع للتصميم، شايفين انتوا هان من هان ايش في عندك؟ هان في عندك عرض هنا تصميم، تضغط عليه بيرجع لك عوين على نفس مين الاستعلام. طيب انا بديش اللي هو كل الحقول، بروح بعمل ديليت زي هيك، بمحى مين اللي هو وين هن موجود. هاي زي ما انت شايف ايش مكتوب هنا عندك، لو لاحظت معايا مكتوب معاك الحقل، صح ولا لا؟ يعني اسم الحقل اللي بدي اياه. طيب لو انا اليوم بدي فقط اسم الطالب، هاي بروح من فوق بضغط هان بقول بدي اسم الطالب وعيلته بس، تمام. وبدي كمان رقم الطالب، بدنيش رقمه الجامعي، وبدي مثلا الهاتف تبعه، خلينا نجيب بس هيك، بدي كشف بأسماء الطلاب وأرقام هواتفهم، بدنا نبعث لهم رسائل. بدي أجي الآن وأشوف نتيجة هذا الاستعلام. هاي فإجا هاي عندي الاسم الأول، اسم العائلة، مين، رقم الهاتف فقط، تمام. إذا أنا من خلال هذا الاستعلامات انا بقدر احدد اول اشي. اذا ايش اول بقدر بحدد؟ بدي احدد الحقول اللي انا بدي اياهم في هذا الاستعلام. طيب من خلال مين؟ اما هاي زي ما انت شايف، اما بضغط مرتين على الاسم، او في عندي طريقة اخرى. لاحظ مش هاي الحقل، بمشي هان، هاي مثلا هذا الحقل، لو لاحظت هان فتح عندي سهم، صح ولا لا؟ بضغط هيك بجيب لي كل اسماء الحقول الموجودة عندي، وبالتالي اما انت بتعمل دبل كليك فوق على الجدول او ايش. طيب بدي الكلية تبعته، هاي بختار من هنا الكلية، هاي الكلية جبتها بالطريقة هذه. الان لو رحت عملت التشغيل حيجيب لي مين الكلية اللي موجود هو فيها هذا الطالب. طيب لو رجعنا على الديزاين مرة اخرى زي ما شفنا الان، هاي ممكن اجيب من هنا دبل كليك او اجيب من هنا حسب انا ايش بدي. طيب ممتاز،
الآن كاتب لك تحت الجداول، تحت الحقل الجداول. إيش يعني جداول؟ يعني الحقل هذا من أي جدول بدك تجيبه؟ طب إحنا هنفيش إلا جدول واحد، صحيح. عندك هتشوف كيف ممكن نعمل استعلام من أكثر من جدول، من أكثر من إيش؟ من جدول. طيب الآن لاحظ اسم الطالب من وين جاي؟ جدول الطالب. اسم العائلة من وين؟ من جدول الطالب، رقم من طالب. طيب ممتاز. الآن بيجي عندنا الفرز، بيجي عندنا إيش؟ فرز. إيش يعني فرز؟ يعني بدك الفرز يكون عندك تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعدي ولا تنازلي؟ تعالوا نشوف إيش يعني تصاعدي ولا تنازلي. يعني مثلا على سبيل المثال بدك أنت زي ما بيجي في الجامعة عندنا بروحوا برقمه أو بيظهروا كشوفات الطلاب بناء على مين؟ على الرقم الجامعي. فأحد أقدم طالب بيجي مثلا، بتعرف إنه الأقدم اللي هو سنته الأقدم، بيجي مثلا بيجي تفتح الكشف بتلاقي طلاب مثلا اللي مثلا مش متخرجين بالفترة القانونية، أول ناس بيجوا عندك هذول العتاولة اللي بيكونوا اللي المفروض يتخرجوا بالوقت، بقول لك متخرج بعشر سنين، تمام؟ فهان تيجي تقول مثلا تصاعدي أو تنازلي. طيب نيجي ونشوف، أول شيء نقيمش الفرز، لو رحنا عملنا رن هيك إيش حنلاقي هنا؟ محمد، سالم، يبصر إيش؟ سامي. المفروض الآن حرف الميم إحنا بنعرفه في اللغة العربية إيش هو؟ آخر واحد، صح ولا لا؟ والباء المفروض يجي، أو الياء برضو ما أنت. تعالوا نشوف في الفرز، روح أنا على الاسم الطالب وقول له فرز تصاعد، يعني بالصغير للكبير، تعمل تشغيل، شايف إيش عمل لك؟ رتب لك تصاعدي أو تنازلي زي ما إحنا شايفين. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للفرز. طيب الآن إظهار، إيش بدك؟ إظهار. طيب إظهار لإيش إظهار؟ وتحته صح صح صح، إيش هذا؟ يعني أنت حاطط، هل هذا الحقل بدك إياه يظهر في الاستعلام ولا ما بدك يظهر؟ إذا بدك إياه يظهر بدك تحط صح تحته، وإذا ما بدك إياه يظهر حتروح إيش تروح؟ حتقول إيش تعمل؟ حتقول له لا بديش إياه. طب أنا وطب أنا ليش من أغلب حالي ومن الأساس ما أجيبهش؟ ليش أروح أحط صح؟ أقول لك ليش؟ لأنه أحيانا أنت بتكون بحاجة إلى حقل يكون في الاستعلام وباني عليه قيم أخرى. زي إيش مثلا؟ على سبيل المثال الحقول اللي متغيرة دائما، زي إيش مثلا الحقول المتغيرة دائما؟ زي تاريخ الميلاد، أو عفوا مش تاريخ الميلاد، العمر. العمر اليوم أنت ما بينفعش تروح تخزنه في قاعدة البيانات كحقل، تقول إنه في عندي حقل اسمه العمر. ليش؟ لأنه العمر متغير كل يوم، بيصير بتغير العمر أو بتغير سنين. فاليوم مثلا عمرك 20، سنة جاي حيصير 21، فكيف بدنا نروح نضلنا نفتح قاعدة البيانات وكل سنة نغير لك؟ لا. ها كيف نعمل؟ منروح هنا على سبيل المثال منجيب تاريخ الميلاد، هاي تاريخ الميلاد بنحطه هان ومنخفيه، منقول له ما تظهرهش. ها ايش روح يعمل؟ منروح منحط حقل آخر، وايش منروح منعمل؟ ومنقول له احسب لنا العمر. كيف نحسب العمر؟ تاريخ اليوم ناقص تاريخ الميلاد بيطلع عنا العمر بالسنين. واضح لايش عم نعمل اظهار؟ يعني الان راح اعمل تشغيل حتلاقي التاريخ اجا. ارجع للتصميم وقيم الصح عنه، ايش حتلاحظ؟ مش موجود عندنا تاريخ الايش اللي هو هذا اللي هو الجدول، عفوا الحقل. واضح؟ طيب نيجي الآن إشي تاني ومهم، إذا عرفنا الحقل، جداول، فرز، إظهار، الآن نيجي لأهم إشي، أو هو اللي هو اللي بيعطينا الفليكسبيليتي، أو اللي هو المرونة في موضوع الاستعلامات، واللي هو يا شباب إيش معنا هنا؟ اللي هو موضوع المعايير، صح ولا لا؟ إيش معنى موضوع المعايير؟ موضوع المعايير اللي هو اليوم أنا بدي فقط بدي نروح انا نحط مثلا المعدل، عشان هاي معدل، ونروح نقول له بدنا تجيب لي كل الطلاب فقط اللي معدلاتهم اكبر من
70. قبل ما نحط المعيار، اول نيجي نعمل تشغيل. هاي نعمل تشغيل، هاي التشغيل. الان كم واحد عندك فوق 80؟ هاي اثنين، هذا وهذا، ثلاثة. تمام، هذا وهذا وهذا. طيب نيجي نعمل على المعايير، تعمل عرض تصميم وبنيجي هان. كيف بدي اقول له انه اكبر من 80؟ شايفين الحقل هذا اللي تحت؟ ايوه، المعايير باجي هنا بقف هان وبقول له اكبر او يساوي 80، اكبر او يساوي 80. تعالوا نعمل تشغيل. هاي مين طلع عندنا؟ فقط طلع عندنا 80 وال90 و82. طب بدك الناس الاعلى من 80 بتقيم مين؟ بتقيم اليساوي من هنا، بيجي بس الناس الاعلى من 80. فاذا مين حيطلع عندك؟ فيش الا اثنين في الاستعلام اللي انت شايفه موجود عندنا. وبالتالي زي ما انت شايف ايش عندك، الامور سهله وبسيطه، ما فيش فيها اي مشكله. طيب لو رجعنا للعرض الان، هذا احنا قلنا مثلا خلينا نجيب كمان اللي هو العنوان. في عندنا هنا شغلات بدناش طبعا. هل احنا ممكن نقيم واحد من اللي احنا ضفناه وما بدناش اياه؟ طبعا ولا في اسهل منه. بتقف هنا، ها بديش رقم التلفون وبقول له ديليت، هاي بقيم لي اياه. حتى بتقدر كمان مثلا على سبيل المثال هذا بدكش اياه هنا، بدك تحطه مثلا في اخر بتمسكه من هنا هيك وبتسحبه وين؟ على النهاية. شايفين كيف؟ ما فيش سهولة جدا. بديش اياه هذا، ها بديش اياه كله. تمام. طيب الان بدي اجيب ايضا العنوان. بدي اجيب مين؟ العنوان. هاي العنوان، هاي كمان العنوان. طيب العنوان ممتاز. الان العنوان انتهانا يا شباب. ايش بدك تجيب العنوان؟ احنا هنا حطينا ايش هو هنا؟ انه اكبر من 80. طيب نيجي نعمل تشغيل ونشوف. طيب هاي جاب لنا غزة، تيجي هان تعمل تصميم. بدناش نقيم نحط 80، هنقيم 80 ونشغل. هاي جاب لنا اياه كلهم. الان بس بدي اقول له هات للناس اللي اكبر من اللي هو 80 وبسكنوا في غزة. اليوم عاملين احنا حفلة للي هو نكرم تعاون توجيهي، بدنا اللي فوق 80 او اللي فوق 90 او اللي جابوا 90 وفوق بدنا نكرمهم. واهم اشي او عفوا وفوق يعني، وهم معيار اخر يكونوا من سكان غزة. طيب كيف بدنا نعمل الكلام هذا؟ نعمل على التصميم. الان اول اشي تحت المعدل ايش بدي اكتب؟ مين ينقلني ايش بدي اكتب هان تحت المعدل؟ يلا يا شباب ايش نكتب تحت المعدل؟ ايش نكتب تحت المعدل؟ ولا واحد صاحي معانا ولا ايش الدعوة؟ ولا وين انتو؟ ايش نكتب تحت المعدل هان؟ ايوة اكبر او تساوي 90 هان، ها اكبر او يساوي 90، صح ولا لا؟ طيب وفي العنوان ايش بدنا نكتب هنا؟ بدنا نروح نكتب غزة. يعني بدنا بس نجيب الناس اللي هم جايبين 90، وزارة التعليم بدها تكرمهم وكذلك يسكنوا في غزة. طب كيف بدك تحط المعايير؟ هيو بتقول له اكبر، وهي المعيار مين؟ اللي هو تحت العنوان انه يكونوا غزة. الان لو شغلنا فكركم كم حقل حيطلع؟ حيطلع ولا واحد عنا. طب كيف؟ ليش ما طلعش ولا واحد عنا؟ تعالوا نشوف ايش المشكلة. المشكلة انه احنا غزة حاطينها بالتال مربوطة، وهي مخزنينها بالهار مربوطة، وبالتالي لازم تيجي نكتب غزة هيك تكتب. طب ليش هو ما فهمش؟ لانه هو ده حاسوب ما بفهمش الكلام هذا. ليش حتى كمان غزة ما فيش؟ ليش غزة؟ لا نشوف ايش عزة كتبتها. غزة كمان مرة، غزة تشغيل. هاي اجا مين الحقل هذا. وبالتالي اذا اي عندك حقل واحد يختلف عن الباقي او حتى بحرف واحد،
المعيار مش حيجيب لك. طب سؤال الآن، ليش؟ طب ما احنا هاي احنا حاطين هنا 90 وغلطنا في غزة، ليش راح ما جابش اللي فوق في 90 بغض النظر عن غزة؟ مين يقولنا؟ طب ما احنا هاي في كاتبين 90 وهو ان شاء الله ما كان في غزة، طب ما هي 90 هو، ليش ما جابهوش؟ مين يقول معنا؟ اشوف. ماشي، ما هو على المعايير، بس ايش مفهوم المعيار هذا يا توفيق؟ مفهوم المعيار هذا كيف؟ صار ما بعرفش ايش بيقول كده. مين بده يحكي؟ تفضل. كيف؟ لا احنا بدنا نحكي عن هذا. انت بتقول اليوم انه اكبر 90 وجنبه بتقول له وه، ها انا بدي اشترط عليك اليوم عشان تاخذ شهاده في المركز، بدك تحضر المحاضرات وبدك تقدم الامتحان وتقدم ايش اللي هو الواجبات. انا قاعد ايش بقول لك؟ وه وه وه، يعني اي واحد من هدول بخل بالشرط، اذا انت حتكون ايش خارج المعايير اللي احنا بنحطهم، صح ولا لا؟ طيب وانا هان برضو نفس الموضوع بقول لك لازم يكون فوق 90 وسكان غزة. انا ماليش دعوة في الناس اللي برا، كل ناس لهم جماعتهم هم اللي بكرموهم، واضح؟ فهاي اللي هو المقصود في الاكبر من ليش. طب انا لو قلت له بديش انا اقول له وه، بدي اقول له او، يعني يا هيك يا هيك. فلاحظ ان في تحت عندي ايش؟ او، شايفين او؟ فانا باجي هنا او، لو قمت هذه غزة من هنا، ها شايف، ورحت هان كتبت اي اشي، كتبت اي اشي، لاحظ هنا في او، شايفين او تحت ايها هاي او، شايفين هنا، لو جيت اعمل التنفيذ الان حيجيب لنا اياها. طب مع انه احنا مش كاتبين انه ايش غزة، لا هو بقول لك ما دام تحقق شرط واحد. فانا هنا بيجي عندنا موضوع ما يعرف بعلم الحاسوب، اللوجيك، اللوجيك دو كونديشن. ايش اللوجيك كونديشن؟ في عندك الاند والاور، او الاو واو والان. ايش يعني او؟ يعني لما تقول و يعني بدك التنين الشرطين يتحققوا عشان ينفذ، او اي واحد منهم بتحقق فهو بنفذ ايش اللي هو يا شباب الشرط. فهنا احنا عنا اتحقق شرط واحد فخلص بيجي النتيجة، تمام؟ طيب كتير منيح. طب الان لو انا بدي اجي هنا واقول هيك زي ما انت شايف، طب انا بديش، انا مثلا على سبيل المثال بدي اياهم يكون من غزة، ها، او خان يونس، يعني انا ها بدي اللي فوق 90. طب انا كيف ممكن اجيب في نفس الحقل واقول له يا غزة يا خان يونس؟ هاي شايفين تحت الحقل بحط القيم اللي بدي اياها، رفح ها او رفح، بدي هدول الثلاث محافظات. شايفين كيف احط ثلاث قيم في نفس الحقل تحت بعض؟ هيو لو جيت اعمل التشغيل الان ايش راح جاب لنا؟ جاب لنا رفح وخان يونس وغزة. طب انت هاي في هدف اكبر من 90، كيف جاب لنا اياهم؟ ما هو انت ايش اللي عملته؟ انت قلت له اما بسكنه في غزة، انت بتقول اكبر من 90، طب صح ماشي، لكن رحت قلت له هنا في غزة او خان يونس او رفح، فهو راح لقى انه ساكن في رفح، ما تحقق الشرط، فما راحش ايش قال؟ فما راحش اتحقق، قال لك ايش وهنا اتطلع على موضوع المعيار الثاني، واضح يا شباب؟ فاذا اي في الاو، اي معيار اتحقق بروح بجيب لك اياه، وبالتالي هذا الاكبر من 90 الان اصبح منهش منطق هنا. ليش؟ لانه انت حاطط او، وبالتالي الاو حيتطبق على الاكبر وعلى ايش على الاصغر،
لو رحت عملت زي هيك حيجي النتيجة زي ايش، زي ما هي. لكن لما بدك تجبره انت وتقول له هادي هادي وكون غزة، هاي تنشوفها هادي مع غزة فقط، فبتيجي ما عندك مين الاور او ال. تمام يا شباب، في حدا مش فاهم نعيد؟ اللي فاهم يكتب معانا. تمام، نشوف كم واحد معانا فاهم. اللي فاهم يكتب تمام عندنا هنا في الشات. تمام يا هندسة، بس في سؤال لو سمحت. تفضل. أنا بدي أجيب الطلاب اللي في التسعينات من غزة والطلاب اللي في التسعينات من خان يونس والطلاب اللي في التسعينات من رفح. نعم، الآن بدك تجيب أنت الناس اللي جايبة تسعينات في رفح، صح ولا لا؟ والناس اللي جايبة تسعينات في مين؟ في خان يونس. والناس اللي جايبة تسعينات في مين؟ في في شو اسمه، في محافظات، صح ولا لا؟ الآن أنت بدك تعمل الحقل أول إشي تبع اللي هو هنا تبع المعدل، بده يكون أول إشي أكبر من مين؟ من 90. تاني شغلة بدك تيجي هنا، إيش تروح تعمل اليوم لنفس الحقل اللي أنت بدك إياه؟ هل ما هو كيف أقول لك؟ الآن الطالب نفسه هل بسكن في أكثر من مكان؟ لا. وبالتالي لو بدك تيجي تكتب هنا أكبر من تساوي 90 وتسكت زي هيك هنا، تمام؟ أكبر أو تساوي 90 هنا هيك، تمام. الآن هذا بده يتطبق على مين؟ على غزة. أما هدول فإيش حتروح تعمل؟ حتروح تقول له إيش هنا؟ مش حييجوا عندك. ليش؟ لأنك أنت حاطط أو. طب كيف إيش إيش بدي أعمل؟ في هذه الحالة بتروح بتعمل أنت بتعمل كل يعني استعلام مستقل عن الثاني. ليش كل استعلام مستقل عن الثاني؟ لأنه هنا هم طبيعة البيانات بتعطيكاش إمكانية إنه أنت تقول إنه مثلا بدي تعاون التسعين أو إيش تروح تعمل؟ في شغلة تانية تروح تستبعد استبعاد الناس، اللي هو كيف مثلا تعمل استبعاد؟ يعني مثلا تروح تكتب هنا في اللي هو في المعايير مثلا تروح تقول لا يساوي غزة، أو الناس التي لا يساوي، أو لا يساوي مثلا انصارات. وبالتالي لو كتبت أنت لا يساوي انصارات، إيش ضايل؟ ضايل بقية المحافظات، صح ولا لا؟ لكن أنا بفضل في الحالة هذه إنه أنت إيش تروح تعمل؟ تروح تعمل كل استعلام مستقل بحاله، أهل غزة لحال، أهل خان يونس لحال، أهل رفح لحال. طب وفي الآخر، طب أنا بدي أحطهم في استعلام لحالهم، بدي أجيبهم كلهم في جدول تاني، بتروح بتعمل استعلام على ايش؟ على استعلام. كيف نعمل الكلام هذا عشان زميلكو صار قايل؟ خلينا نيجي ونشوف. احنا المشكلة عشان البيانات اللي عندنا هنا مش هتساعدنا. خلينا نيجي نقول البيانات احنا اللي عندنا مش كتيرة، بس انا بقول لك كيف. خلينا اول هان وقت نيجي هنا، نيجي زي هيك، هاي هنا 90 وغزة، تمام. لو جينا نعملنا تنفيذ هنا ايش هنلاقي هنا؟ 90 ومين؟ وغزة، تمام. هتيجي تقول له الان كيف بدنا نعمل؟ بدنا نحفظ هذا الكلام، نقول له هنا نعم، ونقول له هنا امتياز، او اللي هم امتياز غزة، غزة اسم الاستعلام هذا، وهي موافق. لاحظ وين بيروح بيحطه؟ في المكان هذا، تمام. طيب الآن بدي أروح بس أفتح جدول هنا الطلاب وأروح أخلي معدلاتهم إيش؟ نخلي لنا واحد هنا، إيش هذا من وين هذا؟ بدنا هذا كمان اللي من رفح، هاي 90 كمان نحط له 95، تمام. هاي في عنا اتنين، هاي في واحد من رفح وواحد من خان يونس، تمام.
الآن بدك تروح تعمل استعلام تاني، هاي إنشاء استعلام، وتروح تقول له هاي من جدول الطلاب، وتقول له هات لي اسم الطالب مثلا، احنا اسم الطالب والعائلة، وقلنا هنا المعدل تمام، والتسكين او السكن هنا، والايش والعنوان. هنا بدك تقول له اكبر من او يساوي 90، وهان تكتب رفح. ليش انا عملت هذا كل هيك؟ لانه انت هناك الوا مش حتنفع لنفس الحقل، انت هنا بتقول له اكبر من 90 ورفح، بتقول له هناك 90 وغزة، طب ما هي رفح وين راحت؟ طب ها ايش اللي حل؟ الحل ان انا بعمل كل واحد لحال، هاي عملت كل واحد لحال. الان لو جاي اعمل التنفيذ حلاقي ابو رفح لحاله، طب ما انا كيف؟ انا بدي اياهم كلهم مع بعض، باجي انا بقول نعم. طبعا هذه احنا قدمت نحن خطوة، لكن مش مشكلة، صرنا عشان نجاوبك على ايش، هاي امتياز رفح. طيب الان صار عندنا استعلامين، استعلام رفح واستعلام غزة، هاي كل امتياز في غزة هو كل طب كيف انا ممكن احطهم مع بعض؟ بروح انشئ استعلام على استعلام، هل بنفع؟ بنفع، تعال نعمل ونشوف. هاي استعلام تصميم، لاحظ جنب الجداول ايش في عندنا هنا؟ استعلامات، بقول له هات الامتياز رفح وامتياز مين؟ غزة، تمام؟ طيب الآن لما بدي أجيب امتياز رفح وامتياز غزة هذول كيف أنا بدي أجيبهم؟ بقول له هان هات لي مثلا الاسم الأول، هنا مثلا اسم الأول واسم مين؟ العائلة والمعدل، أي زي ما أنت شايف. من وين راح جاب لك إياهم هذولا؟ من اللي هو من رفح. وبعدين بدي مثلا مين اسم الاول واسم الثاني، والمعدل من وين؟ من اللي هو من غزة. الان اعمل تشغيل، مين حيجاب لنا هنا؟ هو جاب لهم، شايف انت كيف جاب لنا اياهم كلهم مع بعض؟ شايف هاي جاب لك اول واحد والاسم والامتياز، وبعدين جاب لك الثاني في حقول اخرى. طبعا انت في الطريقة هذه ممكن تكون مش يعني عملية، لكن في الآخر أنت بتصير تاخد بياناتك حسب أنت إيش بدك، تمام؟ بتمنى تكون واضح يا توفيق إيش المقصود هان. طيب نرجع ونشوف أيضا في استعلامات، نعمل استعلامات. كنا توي أخذنا جدول الطلاب، هاي جدول الطلاب. الآن لو قال لك هات لي الطلاب وعلاماتهم، طلاب وعلاماتهم، علامة كل طالب، كيف بدي أجيب أو كشف الدرجات لكل طالب، كيف بدي أجيبه؟ هاي عندك جدول الطلاب، تمام؟ في جدول الطلاب هان يا شباب في عندنا كمان جدول العلامات. لاحظ أول ما ضغطت وجبت جدول العلامات إيش راح لي جاب لي هنا؟ هاي جبت جدول العلامات، جاب لي مين؟ اللي هو الجدولين. طب وبينهم مين هنا؟ الارتباط، جاب لي مين؟ الارتباط. طيب جدول الارتباط هذا من وين جابه؟ او العلاقة جابه لما انشأنا مين؟ العلاقات. لو ضغطت على العلاقات هنا هتلاحظ ايش؟ هاي في عندك مين؟ اللي هو العلاقات، او اللي هو خصائص العلاقة. طيب تمام، طب ايش فايدة العلاقة هذه؟ فايدة العلاقة مهمة جدا، انه انت لما تشتغل او لما الان تيجي تقول بدي رقم الطالب هذا، وبدي اسمه، وبدي طب كيف بده يعرف انه هذا درجة الطالب؟ بدي رقم المساق ودرجة المساق هذه. شايفين موضوع الربط بين الجداول مهمة جدا. الآن انت العلامات مش موجودة في الجدول الأول، موجودة في جدول مين؟ العلامات. طب وإيش طب كيف بدي أصل لعلامة الطالب؟ من خلال الارتباط أو من خلال العلاقات. طب العلاقة بين مين ومين عملناها احنا؟ بين اسم رقم الجامعي ورقم مين؟ الطالب. وبالتالي الآن هو بروح بلاقي رقم 10 هان، بقول له في عندك رقم 10 هان، هو إذا ما تساوى هان
سويه هنا وجيب لي درجته. الآن لو رحنا عملنا تشغيل زي هيك حنيجي نلاقي هذه النتيجة. الآن الرقم الجامعي واسمه محمد، رقم المساق اللي هو 100 رقمه جايب فيه كم؟ 95. طيب رقم الجامعي واسمه محمد ورقمه رقم المساق 200، ايش اسمه قديش جايب؟ 80. الطالب ها لا لاحظ انت، هاي اللي نفس الرقم اللي هو محمد جايب ايش؟ جايب علامتين. طب وهذا اللي هو سالم جايب مين؟ علامة واحدة. طب ايش هي المساق؟ هل وقت انت كشف الدرجات مش بيطلع رقم المساق واسم المساق ولا لا؟ مش كلنا هيك بنعرف الطلاب والمدارس والجامعات ولا لا؟ كيف ممكن نجيب هنا اسم المساق؟ مين يقول معنا؟ آه يا شباب، كيف ممكن نجيب اسم المساق؟ عندنا هي الجدول موجود، جدول المساقات موجود هي قدامنا. اذا بنروح على تصميم وبنجيب هي جدول المساقات موجود عندنا. اذا وش بدنا نضيفه؟ كيف بدنا نضيفه هنا؟ يا بتيجي هنا زي ما انت شايف، شايف الزائد هنا، هاي شايف الزائد، هاي زائد فوق اضافة جدول، او بتيجي باليمين من هنا وبتقول له ايش؟ اظهار الجداول. فاما اضافة جدول او اظهار الجداول من هان، وبتقول له جدول المساقات اضافة. تمام، هاي اضفنا جدول المساقات. لاحظ دغري ربط لك، هاي في عنا احنا علاقة بين مين ومين؟ بين جدول رقم المساق وايش؟ ورقم المساق هان. طيب انا بدي بس اسم المساق، هاي باجي بضغط عليه هان وبجيبه. لاحظوا تعالوا معانا مع بعض ونشوف الآن ايش صار في عنا. لو لاحظتوا هن عند الجداول، لاحظ الرقم الجامع من وين جاي؟ يلا يا توفيق من وين جاي؟ من جدول الطلاب، صح ولا لا؟ طب واسم الطالب من وين جاي؟ من جدول الطلاب. طب ورقم المساق من وين؟ من جدول العلامات. والدرجة جدول العلامات. طب واسم المساق من وين جاي؟ من جدول المساقات. فلاحظ انه انت صار الجداول يعني من وين جبناهم. معانا يا شباب ميسرة ومحمد فايز ولواء ومعتصم، كلكم معنا، وقصي كلكم معنا، وموسى. تمام، مش احنا ننسى اي اسم، بس احنا بنصحصح عشان نخليكم صحصحين معنا. طيب فنيجي الان، لاحظ لو عملنا تشغيل ايش حتلاحظ هنا؟ هاي اسم المساق صار موجود عندنا، وبالتالي الان بتقدر انت تروح تعمل كشف درجات اسم الطالب ورقمه وهاي المواد اللي ناجح فيهم. ناجح في قواعد بيانات واحد، هذا اللي هو محمد، وناجح في برمجة اثنين، وهاي اسمه هذا. لاحظ كمان سالم ايضا ناجح في قواعد بيانات واحد وجايب فيها 80. وبالتالي هاي كشف الدرجات تقدر تجيبه الان لكل طالب زي ما انت شايف، وهي صرت تعمل استعلام من ايش؟ من اكتر من مكان. طب لاحظ الان لو رحت هنا على الاستعلام وايش وتجيبه الان زي ما انت شايف، ممكن تحط معايير وممكن ما تحطش. الان سكر هنا ونقول له هنا مثلا كشف الدرجات، الدرجات هاي موافق. طبعا يا شباب اللي احنا هذا كله اللي بنعمله او اللي بنسويه هذا يا شباب، مثلا لو رحنا لعرض تصميمي لهذا الجدول، لو يعني اللهم صل على النبي، لو رحنا ونشوفه ف كيف اقول لك، انت بتشغله ماوس، يعني انت قاعد بتعمل ماوس، تضغط ضغط ضغطتين ثلاثه وبتاخذ من هان وبتحط من هان. لكن الضغطات هذه اللي انت بتروح بتقوم فيها ما هي الا جمل تعرف بجمل الاس كيو ال، اذا حدا مر عليك الاس كيو ال، او اختصار هي الجمل لا استراكشر كويري لانجويج. طب كيف ممكن اطلع على هذا الكود اللي هو بنكتب؟
طبعا هذا لا يعني عشان تعرف لقدام، لو انت حابب يعني تزيد من معلوماتك او تعرف كيف بنكتب هذا الكلام. طبعا هذا الكلام طلاب الاي تي والانجينيرنج في الجامعة بنعلمهم اياه. هاي هم عندك، لو جيت هنا باليمين وقلت له اعمل لي عرض ل اللي هو الاس كيو ال، طبعا حتيجي تلاقي هنا جمل اس كيو ال. الجمل هذه الها يعني شغلها والها، فانت هنا في الاي سي دي ال مش مطلوب منك انك تعرف، لكن عشان ايضا تعرف لو مر عليك الكلام هذا. طيب الان لو احنا بدنا نروح نعمل نجيب نعمل استعلام جديد اليوم، اول اشي بس نفتح جدول الموظفين، فيش الا موظف واحد في الموظفين. طب ايش طلاب بس ده اعمل اللي هو التالي. خلينا نيجي هنا ونشوف، ونحط هنا مثلا غزة كمان، هذا اللي هذا صار اسمه، هذا نحطه غزة. طيب ونيجي هنا نسكر. لو قال لك اليوم بدنا تعمل لنا استعلام بأعداد كل الطلاب حسب المحافظة، يعني اليوم أنا بدي أشوف أنا عندي في الجامعة أو في مدرسة أو في مكان، بدي أشوف يعني أعلى ناس في أي محافظة جايين عندي، أو أي ناس، أو بدي أشوف الأعداد اللي عندي. يعني مثلا اليوم التعليم قاعدة بتقنن موضوع المدارس إنه ما تنتقلش اللي في الشرق في الغرب، بدهم يجي يشوفوا مين اللي جاي من الشرق مين جاي من الغرب. او في الجامعة مثلا اليوم تشوف الاقبال على الجامعة نفسها، يعني من تيجي مثلا اليوم انت الجامعة تبني سياستها، او انت مؤسسة اليوم عندك او شركتك او جماعتك او whatever، فبدك انت اليوم يعني تبني سياستك او يعني تعمل decision جديد او تاخد قرار جديد. اليوم على سبيل المثال انت عندك محلين 3 4 5، واليوم شايف انه فتح لك في كل محافظة مثلا محل، وشايف انه لا الربح زايد ولا الربح كذا كذا، في شغل لكن ما فيش ربح. طيب ايش المشكلة؟ بدك تروح تشوف اي محافظة في عندي قليل هذا المحل، خلاص بدناش اياه بدنا نسكره. او مثلا انت اليوم بدك تشوف اليوم انت حاسس انه معظم الطلاب اللي بيقدموا عندك جايين مثلا من محافظة الوسطى، اذا انت في محافظة الوسطى بدك تحاول انك تعمل لاهل الناس هذولا يعني. فانت كيف بدك تيجي الان تاخد تعمل استعلام بناء او تجمع او تقول بدي الاعداد هذولا، او تعرف قديش في عندك اعداد؟ واضح ايش المقصود؟ وبيجي عندنا هذا الموضوع. فنيجي مثلا على سبيل المثال نعمل انشاء هنا واستعلام. خلينا نيجي على قد الطلاب. طبعا يا شباب لما تكون قاعدة البيانات كبيرة بتبين البيانات معانا اكثر، لكن احنا هنا عشان احنا اللي انشأناها القاعدة هذه، فبنبني عليها اللي الشغل اللي احنا بنحكيه. طيب بدنا نيجي اليوم ونقول، بنقول بدنا اليوم بدنا المحافظة، هاي هنا بدنا نجيب لنا المحافظة وين العنوان، حسب العنوان أنا بدي أشتغل. هاي العنوان، هاي وين العنوان عندي، هاي العنوان تمام. وبدي أجي لاحظ أنا إيش في عندي هنا، شايفين إيش في موجود عندي هنا؟ الإجماليات. إيش موجود عندي؟ الإجماليات. لو ضغطت على إجماليات اشرح هنا جاب لك ضاف لك حقل جديد او اشي جديد اسمه الاجماليات، وجاب لك تجميع حسب. تجميع حسب لو ضغطت على تجميع حسب ايش حتلاحظ هنا؟ جاب لنا اصحابنا هذول جماعة الدوال اللي شفناهم وين؟ شفناهم في الاكسل تمام. وين شفناهم؟ في الاكسل. فبنيجي هنا مثلا ونقول له بدنا كاونت، عدلنا كاونت، عدلنا مين حسب العنوان تمام. وايش بدي اجيب؟ وبدي اجيب ايضا العنوان، فبضغط كمان هنا العنوان
إذا تحت العنوان بدي أقول له إجماليات عد لي. طيب التجميع بناء على مين هنا؟ تجميع حسب العنوان، تجميع حسب العنوان. إذا بدي أجيب الكاونت وجمع بناء على مين؟ يعني كيف بجمع؟ يعني اليوم زي ما أنت لو عندك 10 طلاب، يا شباب مين اللي إحنا هاي عندنا، إحنا كم طالب عندنا إحنا هنا؟ ساعة بيصيروا 20 وساعة 18، قيم 2 منهم بضل عندنا هالوقت حتى الآن في 16 واحد حاضرين معنا. الآن نيجي لل 16، أنت من وين؟ من غزة أو إجفهان؟ أنت من خان يونس إجفهان؟ فبصير تجمع أنت، طب بناءً على مين جمعت؟ جمعت بناءً على المحافظة، وبعدين بتيجي إيش بتقول؟ عد تعاون غزة قديش؟ 5، وهذا 5، فهذا هي اللي بتيجي تعمله. إذا بدي أجمع وبعدين إيش أعمل؟ أجمع. لو جينا نعمل تشغيل الآن، لاحظ إيش جاب لك؟ خان يونس كم واحد فيها؟ واحد. رفح كم واحد؟ واحد. غزة كم واحد فيها؟ 2. هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ لو رحت فتحت جدول الطلاب انت، هاي تعال هاي جدول الطلاب، كم واحد عندنا؟ رفح واحد، غزة خان يونس واحد، غزة كم واحد؟ 2. وهذا هو ايش؟ هاي الاستعلام زي ما انت شايف. وبالتالي انت الوقت جمعت، لاحظت انه اهل غزة عندك مسجلين اكتر شيء، اذا بدك تشوف تعمل تسويق لمين؟ لأهل غزة عندك بشغلة معينة. إذا التجميع بناء على مين؟ على اللي هو ترجع للتصميم الآن. إذا فهمنا إيش موضوع التجميع. طب مثلا على سبيل المثال، لو أنت بدك، لو في عندك موظفين وبدك في الآخر تجيب مجموع الرواتب بتاعتهم، كيف بدك تروح تعمل؟ بتروح هنا، خلينا هذا، خلينا اذا هنا عملناه، شفنا كيف نسكر هذا، مش منه. نيجي هنا الاستعلام حسب المحافظات، اعداد الطلاب حسب المحافظات، وهي موافق، شايفين اي كل واحد. طب نيجي مثلا، نيجي نعمل استعلام جديد، هاي استعلام، وبناخد جدول الموظفين، بنقول له بدنا نروح نجيب الراتب، هات الراتب، بدنا نروح نقول له احنا في اخر الشهر بدنا نعرف قديش مجمل الرواتب. قال لك المدير روح جيب لي قديش احنا بندفع رواتب للموظفين، فبتروح تعمل استعلام بتقول له راتب، وبتيجي هنا على اجماليات، وبتيجي هنا ايش بتقول له؟ بتقول له هنا ايش بدنا نقول له هنا؟ صم، شايفين؟ هاي صم. لو رحت تعمل التشغيل حيجيك مين؟ مجموع الرواتب اللي موجود عندك. طيب قالوا لك روح جيب لنا متوسط اللي هو الرواتب الموجود عندك، هاي في عندنا الافرج، الافرج عشان نعرف قديش عندنا. طبعا احنا فيش الا موظف واحد عندنا، فهو حيطلع نفس مين؟ الرقم لكلهم. وبالتالي هذول الدوال زي ما نيجي يعني بس نمر عليهم الصم، يعني حيجمع لك اياهم. الافرج زي ما شفت، المن بقول لك تقول له هات اقل راتب او اكثر راتب، ليش؟ طب بدك تجيبه، بدك تعرف مثلا على سبيل المثال انت في الطلاب مثلا هنا تروح تقول له هات لي اعلى معدل او اقل معدل، واضح؟ وهكذا ايش بتصير تعمل في مين؟ في الاستعلامات اللي موجودين عندك. واضح يا شباب كيف نتعامل مع الاستعلامات، او كيف نجمع على الاستعلامات، او نستخدم الاستعلامات ولا لا؟ مين عنده سؤال او جواب او طيب الان المطلوب منك المحاضرات من اول يوم احنا اخذناهم تبعون الاكسس لليوم، بدك تطبقهم كلهم، وبدك ترفع هذا التطبيق وين؟ على الكلاس روم، حنعمل الواجب هذا، لأنه بدنا نتأكد إن أنت اشتغلت على البرنامج هذا صح. طبعا بدي منكم تدخلوا بيانات كتيرة، مش شوية زي احنا هنا، بدنا بيانات كتيرة، وتكون نحاول نحط بيانات يعني إلها معنى، مش إنه أي بيانات، تمام؟ أنت حط بيانات بس تكون إيش؟ زي ما احنا اشتغلنا عليها، ونعمل علاقات ونعمل الاستعلامات، عشان المحاضرة الجاية ان شاء الله هناخد اللي هو
إنشاء النماذج. إيش إنشاء النماذج؟ يعني كل هذا، كل جدول من الجداول الآن يصير له شاشة، بدل ما أنا أجي أفتح الجدول زي هيك، لا بديش أنا زي هيك. ها كيف بدي أعمل؟ بدي أجي أعمل له هاي الجدول الطلاب، أقول له نموذج، هاي نموذج، لو عملت نموذج زي هيك حيفتح عندك النموذج ويصير عندك شاشة هيك تدخل فيها البيانات. وإيش زي ما أنت شايف، لاحظ إيش جاب لنا هنا؟ هاي الطالب عشان في علاقة بينه، جاب لك كمان مين؟ درجاته والعلامات اللي ناجح فيها. شايفين انتو كيف هذا الكلام؟ فهاي معلوماته الأساسية، وهاي إيش؟ طبعا صفر. طب كيف بدي امشي على الطالب الثاني؟ امشي زي هيك، هاي لاحظ، هاي الطالب الثاني، هاي اللي هو اسمه بياناته، وهاي ايش درجاته اللي موجود فيها. نعم ممكن احنا نعمل شاشة استعلامات، صحيح. ما حنيجي لما نيجي نعمل، لا هي احنا ناخد شغلتين يا محمد. محمد ابو السعود بيقول نعمل شاشة استعلامات، صحيح. هتعمل انت اول اشي شاشة ادخال بيانات، وشاشة ايضا استعلام عن الطالب، تمام. فبتمنى الجميع يطبق اللي احنا خدناه عشان نستفيد من اللي بناخده، مش بدنا نضلنا احنا ناخد بيانات. يعني انتوا شايفين يا شباب دورة الاي سي دي ال علومها شتى، يعني احنا لسه في البرنامج الرابع ولسه في كمان 3 موديل بتحكي عن علوم تانية، لكن هي معظمها نظرية اللي جاية، او يعني لا بدناش نقول نظرية، في منها بيحكي عن الويندوز، والويندوز انا معظمنا بنعرف نشتغل عليه، لكن في خبايا ممكن احنا ما بنعرفهاش. موضوع كذلك موضوع الايميل والمراسلة ايضا عملية، فالدورة كبيرة ومعلوماتها كبيرة، واذا ما طبقتش انت ايش حتطلع، حترجع بخفي حني زي ما بيقولوها. فبتمنى الكل يطبق، وكل اليوم حنقرا في الكلاس روم، حنرفع نكتب في واجب انه انت تطبق اللي احنا اخذناه، لانه مش حتجيني يوم الامتحان مش عارف تمسك الماوس بالاكسس، هذه مصيبه يعني. بارك الله فيكم، ناش نكتر عليكم اكتر هيك اليوم، في ناخذ المره الجايه ان شاء الله اللي هو النماذج، ضايل عنا ناخذ نماذج والتقارير في الاكسس، بيكون ان شاء الله اذا غطيناهم يوم الاثنين يعني خلصناهم. بضل عنا ايش هو اللي هو موضوع يعني الموديلات هذه اللي احنا لازم نتطرق لها عشان انتوا برضو. وكمان بنأكد انه يوم السبت القادم بناء على اللي احنا اتفقنا مع الطلاب حيكون الامتحان النهائي اللي هو كومبرهنسيف. يعني ايش كومبرهنسيف؟ يعني ال4 موديل داخلة في الامتحان. وبأنصحك انك تحضر الامتحان، ما بديش حدا يتغيب عن الامتحان ويقول انا فيش هذا، هاي من اليوم دبر حالك في الكهرباء في النت في بعرفش. هل احنا حنكمل معاكم يعني طبعا احنا زي ما حكينا، بعرفش اذا حدا معاك حضر ولا لا، احنا حنكمل يعني، حيكون ان شاء الله يعني باقي المحاضرات حنكون احنا موجودين في المركز. يعني احنا هالوقت اجى الامر انه نرجع على المركز، فانا حكون في المركز الان. اللي بيقدر يجي اهلا وسهلا، اللي بيقدرش يجي بيش بيحضر معنا اونلاين، تمام. فاللي بيقدر يجي بيقدر بالوجاهة، بيقدر بيقدرش يعني احنا حنشرح الموضوع، حنكون نشرحه اونلاين وفي نفس الوقت نكون نشرح معنا في المركز ابتداء ان شاء الله من يوم الاثنين. لكن احنا الامتحان ان شاء الله ايضا حنخليه اونلاين، لانه في ناس مش حتقدر تيجي، فبدنا نشد حالنا. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية، واي سؤال ان شاء الله احنا مستعدين.